استخدام الانترنت الآمن للأطفال. لو عايز تحمي ابنك أو بنتك من سرقة الهويات والاستغلال، لو عايز تحمي ابنك من التعرض للإساءة والمضايقات، لو عايز تحميهم من برامج الاختراق والفيروسات اللي بتتلف أجهزة الحاسوب، لو عايز تحميهم من إعلانات أو صور أو صفحات مخلة بالآداب، يبقى تابع معانا الفيديو للآخر وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. محرك البحث هو برنامج بيساعدك في الحصول على معلومات، وده هتلاقيه على أي موبايل. وإيه هي محركات البحث دي؟ محركات البحث دي زي ياهو، جوجل، كيدريكس. كيدريكس هو محرك بحث آمن، وهو ده اللي أنا هكلمكم عنه النهاردة علشان تنزلوه على أجهزة موبايلات أطفالكم. هعلمكم دلوقتي إزاي تبحث عن أي حاجة عايزها باستخدام محرك البحث كيدريكس. هنفتح صفحة جوجل، وهنكتب www.kidrix.org. www.kidrix.org بحث، وده بيكون شكل الصفحة. بكتب موضوع البحث وليكن مثلا قصص أطفال قبل النوم، بيظهر هنا قصص كتيرة جدا. ازاي احفظ صورة من صفحة الويب؟ بتحمل، بنقر باستمرار على الصورة، بيظهر حفظ الصورة، بضغط عليها بيتحفظ عندنا في معرض الصور. وعلشان مش كل مرة أدخل جوجل علشان أستخدم محرك البحث كيدريكس، هعلمكم إزاي تحفظوه على سطح المكتب. بالضغط على الثلاث نقاط بالأعلى ثم أختار إضافة إلى الشاشة الرئيسية، وبنطلع برا هنلاقيه ظهر على سطح المكتب كتطبيق أو على شاشة الموبايل. بنضغط عليه وبنستخدمه في أي وقت كمحرك بحث آمن. وبكده تكون حميت ابنك من المواقع المشبوهة، ووفرت حماية معلوماتك وبياناتك الشخصية أثناء استخدام ابنك لشبكة الإنترنت. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتنسوش الشير علشان نحمي أولادنا، واستنونا في فيديو جديد.